أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم إخوانا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 041-30-3591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان مواصفات العربية وبعض الصور الخاصة بالعربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من عن طريق القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفورلي دبابة، موديل العربية 2001، مستعملة للبيع في مصر. لكل واحد هاوي العربيات القديمة اللي يكون موديلها قديم ولكن تكون العربية سليمة، يعني العربية ما فيهاش بويا وشاسيه بتاعها بحالة كويسة، والعربية الموتور ما يكونش في مشاكل. العربية اللي معنا النهاردة هتكون لحضرتك إن شاء الله. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفورلي دبابة موديل العربية 2001. العربية بحالة ممتازة، المرور الموتور وآلات الجر زيرو، العربية فيها طقم عدة كاملة، العربية فيها كاوتش جديد وكمان فيها بطارية جديدة، العربية مش محتاجة جنيه مصروف، العربية فيها رخصة لشهر 12/2020، مرور عرب العليقات، العربية بحالة ممتازة وبدون أي مشاكل، يعني لو ربنا كرم واشتريت العربية هتشتغل على طول بدون أي مصاريف نهائي. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفورلي دبابة موديل العربية 2001، سعرها 105,000 جنيه. سعرها 105,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-204-62968. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-204-62968. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.